وقعت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بروتوكول تعاون بين الوزارتين للاستفادة من جهود علماء وزارة الأوقاف في نشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا لها. بدورها أوضحت مكرم أن مبادرة رئيس الجمهورية مراكب النجاة هدفها محاربة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة. من جانبه أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة ستعمل على التوسع في إقامة الندوات التي يتم عقدها بالمديريات الإقليمية، مثمنا اهتمام الشباب بالعمل الشريف. مبادرة رئاسية مراكب النجاة جت علشان مش بس إن هي توعي الشباب بخطورة هذه الظاهرة، إنما كمان تديهم الفرص البديلة. عشان كده سيادة الرئيس اتكلم عن مراكب النجاة، ما سمهاش مراكب الموت، ما سمهاش مراكب الهلاك. النهاردة بروتوكول التعاون ما بين وزارة الهجرة وما بين وزارة الأوقاف مهم جداً، لأن احنا بنخاطب شباب محافظات الهجرة غير الشرعية وهم 11 محافظة. شباب محتاج إنه يسمع، وشباب محتاج انه يعرف انه الدولة مش بتبص للمهاجر غير الشرعي انه جاني، ولكنه مجني عليه. مجني عليه بناس ضحكت عليه، تجار بشر، ناس هددته، ناس استغلته، ناس هددته، ناس ساقت المراكب، ناس بتحط المهاجر غير الشرعي تحت استغلال وتحت ظروف وضغوط نفسية شديدة جدا. هذا البروتوكول هو ترسيخ العمل المؤسسي، لكن نحن مع وزارة الهجرة عقدنا عشرات القوافل وآلاف اللقاءات التوعوية، لأن جميع الأئمة في جميع المحافظات الإحدى عشرة محافظة، الحقيقة جميع الأئمة بيشاركوا في مجال التوعية إضافة إلى القوافل المركزية الرئيسية، فتم عقد عشرات القوافل وآلاف اللقاءات التوعوية.